احتفل راكب الأمواج في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الأسبوع الجاري بيوم الهالوين على طريقتهم، وذلك عبر ارتداء أزياء غريبة وتنكرية خلال مسابقة لركوب الأمواج في مدينة سانتا مونيكا الساحلية. ينظم أحد المتاجر المتخصصة في معدات ركوب الأمواج هذا الحدث منذ سنوات، ويقول المنظمون إنه طريقة مبتكرة للجمع بين حب الاحتفال بالهالوين ورياضة ركوب الأمواج. ننظم هذا الحدث منذ عدة سنوات، لا أتذكر عددها تحديدا، إنه أفضل حدث بالنسبة لنا طوال العام. نقوم بارتداء ملابس غريبة، وفي ذات الوقت نعمل على جمع قليل من الأموال لصالح المتجر ولمرضى سرطان الثدي. يعمل المنظمون خلال الحدث على توجيه بعض الأموال الناجمة عن هذه المسابقة لصالح أعمال خيرية مثل التبرع لصالح جهود مكافحة مرض سرطان الثدي. يرتدي المشاركون في المسابقة ملابس غريبة من ابتكارهم على اعتبار أنهم يقيمون وفقا لأفضل زي ظهر خلال المسابقة، وإلى جانب الأزياء يحاول بعض من المتسابقين إظهار مهاراتهم في ركوب الأمواج. وتحتفل العديد من الدول بعيد الهالوين أو عيد القديسين في 31 من أكتوبر من كل عام، ويتضمن الاحتفال صنع خدع وارتداء ملابس غريبة وأقنعة، كما تروى قصص عن الأشباح في الليل. محمد الجبالي، رويترز.